يعاني حي لساسفة بالدار البيضاء من ضعف الإنارة العمومية جراء الأعطاب التي طالت مجموعة من المصابيح التي أضحت خارج الخدمة في غياب تام للسلطات المنتخبة، ما آثار استياء المواطنين. ريبورتاج في الموضوع من إعداد قطر ندى البازي بكاميرا أشرف شقيري. ضعف الإنارة العمومية بلساسفة حول الحي إلى نقطة مظلمة يصير التنقل عبرها مغامرة محفوفة بالمخاطر، خصوصاً مع تنامي عمليات السرقة ومساهمة الظلام في التسبب بحوادث سير خطيرة. الإنارة هنا ديال الضو ديال الضلالين هذا كيكون ظلمة، وهاد البلاصة راه معروفة من نقطة سوداء، وكيكون الناس كتعرض، الناس اللي غادا للسبيطار، اللي غادا للسوق، اللي غادي للعمل، كيتعرض للسرقة. كيتعلد الاعتداء بالضرب السلاح الابيض. يثير تعطل أعمدة الإنارة في هذا الحي استياء عدد من السكان والآباء الذين يرافقون أبنائهم إلى مؤسساتهم التعليمية، خصوصا في الفترة الصباحية والمسائية. ورغم النداءات المتكررة الموجهة إلى المسؤولين والسلطات المنتخبة من أجل إصلاح أعمدة الإنارة، لم يحركوا ساكنا ضاربين سلامة المواطنين بعرض الحائط. منطقة لساسفة حيت كاين هنا تقريبا الضو بالليل، ما كاينش عرس الضو ناقص وداك الشيء، والناس كيتكرفسوا مع الترانسبور، كاين اللي بنادم خدام تيمشي مع 5 الصباح، ولا إله إلا الله. هنا هاد المنطقة ما خصها تنقى وخصها تقدام، وبزاف د الحوايج خاصهم فهاد لساسفة، لأن ناقص الضو، ناقص الشارع خصو يتصوب، كثير ديال السيارات، شحال ديال المشاكل كاينة فهاد لساسفة. لي بيطو ما كاينينش، الفيروجات ما خدامينش، شحال ديال المسائل كاينه في هاد لساسفة ناقصه فيها. إضافة إلى ضعف تغطية الإنارة العمومية بلساسفة، فالمنطقة تعاني أيضا من هشاشة البنية التحتية وغياب قنوات الصرف الصحي وطرق غير معبدة تنتشر فيها الحفر، ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق.